الأرض المقدسة لن مقاومين وشرفاء الأحباب في المنطقة نتائج العقوبات والحصار إلى وجه الدعم المعنوي والسياسي والدبلوماسي منذ سنوات جوار دول جوار إيران والتحرير. طبعا حصل رئيسي وحكومة السيد الرئيسي خلال 3 سنوات حارس القوة المناطق المحرومة مواجهة كورونا وسائل الإعلام الصديقة المحبة نمو اقتصادي من واحد كان على العائلات المحتاجة. خسارة كبيرة يعني استشهاد الرئيس رئيسي والوزير عبد اللهيان والناس اللي كانوا معنا، ولكن نحن يعني متأكدين انه ايران الاسلام حتكون منتصر، لانه تصور هني مفجوعين ورافعين علم فلسطين وعم يحكوا بفلسطين. ابدا احنا هلا جايين احنا نعزي بفقدنا لهذا الشهيد رئيسي ورفاقه، وايضا نحن بنقول انه فقد شهيد رئيسي هو ما حيثني الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه عن الاشياء اللي كانت هي عم تقوم فيها، ان كان بدعم القضيه الفلسطينيه او كل قضايا المنطقه المحقه.